السلام عليكم السي زكريا. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. هادشي كثير ياك مالك؟ الخير هذا بالسينا مع النسيبه كاع، دابا شوف لنا شي حاجه. دابا السي كاع مع النسيبه انت؟ ايه سيدي شوف لنا شي حاجه. واش بغيتي تشري كل النسيبه؟ شوف لي شي حاجه سيدي، فكري الجره شي حاجه تكون الكبرانيه السي زكريا. يلا مرحبا. انا الخير تبارك الله. ايه سيدي هذاك الشيء شحال خدمنا عليه سيدي. هادشي هادشي بصح غادي تشري النسيبه هادشي؟ ايه سيدي جبد لي شي حاجه تكون معتبره، شي حاجه شي حاجه زوينه. الفخامه. ها هي سيدي احسن ما كاين في الذهب. سباعيه خطيره ها هي كيف كتشوف، بثمن الذهب المستعمل وهي جديده في الذهب المستعمل جاره غزه كتحسبها 515 درهم للقره. ها تسريت لها هذه اليوم غادي تهلا في النسيبه. هو يلا برا عليها سيدي. نقول لك شحال فيها غرام بعدا؟ فيها 76 غرام فاصله 35. شوف تبارك الله. شوف وشحال في القياس؟ 7 سنتيم. يعني اذا كانت تبارك الله يديها عامره غتجيها شي حاجه واعره، يد 7 سنتيم في القطر ديالها. الثمن ديالها شحال غنخليوها لكم؟ اذا ضربتي شحال فيها 76.35 مضروبه في 515 درهم للغرام غتجيك 39300 درهم. هذا الخير كامل ب 39300. 700 درهم اللي شايطه غير زيدها يربحها غير شوف لنا نفكروا الجره مع النسيبه. انا معاك 700 درهم ناقصه اسيدي غير سير الله يسخر اسيدي الله يخلف عليك. هذه النسيبه راه غتغدى عليك اليوم ان شاء الله. يلا اللي بغاها هذه ما عليه غير يتواصل معنا في النمره الواتساب اللي هي 06 21 24 02 49 ومرحبا بالجميع.